حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. موقع إخباري يمني، أهالي تعز يهربون من حي سكني كان حلمهم العيش فيه. حادث مروري ينقذ عدن من كارثة. وموقع إخباري يتحدث عن أصحاب الحرف اليدوية، وجدناهم في جبهات القتال وبين النازحين. صحفي يمني يسائل ميليشيا الحوثي، كيف تحاكمون أخي وليس في بدنه جزء معافى؟ أهلا بكم. حين كان يمر الناس من أمام المباني التي تشيد في مدينة سكنية عند مدخل مدينة تعز، كانوا يتمنون أن تكون واحدة من تلك الشقق المخصصة للموظفين من نصيبهم، لكن ذلك المشروع انتهى وأصبحت المباني التي تمنوا السكن فيها أكثر مكان يهربون منه ولا يريدون أن يكونوا فيه، فقد حولت ميليشيات الحوثي المدينة السكنية في تعز إلى سجن الصالح. وعنوان موقع الصحوة نت، 600 مختطف في سجن الصالح التابع للحوثيين بتعز يتعرضون لشتى أنواع التعذيب. وقال الموقع إن سجن مدينة الصالح يعد أكبر سجن للمختطفين الذين يتعرضون لأنواع بشعة من التعذيب، أفقدت البعض حياتهم وماتوا ببطء وسط غياب رقابي من منظمات الأمم المتحدة. 860 شقة هي قوام المدينة السكنية في منطقة الجند بتعز، وبدلا من أن تتحول إلى مركز لاستقبال نازحي الحرب تحولت إلى سجن كبير لمعارضي الجماعة وسوق للاتجار بالبشر يديره مشرف جماعة الحوثيين. ويقول والد المختطف عبد الرحمن الشرعبي إنه تم اختطاف ولده من محله بالحوبان بتهمة وجود مقاطع صوتية مؤيدة للحكومة الشرعية اليمنية، ويضيف طلبوا منا 2 مليون ريال قبل عام ونصف مقابل الإفراج عنه، لم نستطع توفير المبلغ فنحن بالكاد نحصل على القوت الضروري لأسرة مكونة من 8 أشخاص. وفي حادثة غريبة أوردها موقع إخباري في عدن، حيث عنوان موقع عدن الغد، حادث مروري ينقذ عدن من كارثة. وقال الموقع أنقذ حادث مروري مدينة عدن من كارثة كانت بانتظارها، ولكن ما هي هذه الكارثة؟ يقول الموقع إنه بعد انقلاب سيارة كانت تحمل على متنها متفجرات في المدخل الشمالي لمدينة عدن وتحديدا في منطقة صبر ما بين محافظتي عدن ولحج، هرعت قوات أمنية إلى المكان لتلقي القبض على شخصين كانا مع المتفجرات. وأكد مصدر أمني لعدن الغد أنه تم تحريز المتفجرات والسيارة وإجراء تحقيق في الحادثة، وتبين أن السيارة كانت في طريقها إلى عدن لتنفيذ عملية إرهابية. أقيم معرض للصور الفوتوغرافية في مدينة بربنيان بفرنسا، وكانت صورة توضح ما يجري في اليمن حاضرة هناك بعدسة فرنسية. وقد زارت رئيسة تحرير صحيفة لاكغوا الفرنسية الصحفية دومينيك كينيو المعرض، وكتبت عن الصورة القادمة من صعدة، حيث تبين الصورة 3 أطفال من صعدة يقفون خلف إطار باب مصنوع من القصب. وقالت الكاتبة في المقال المترجم خصيصا لبلقيس، إلى أي أفق يفتح الباب الغريب المصنوع من الأنابيب؟ حقل من الأطلال، مبان مدمرة، أحجار على أحجار غبارية اللون تحت سماء رمادية ثقيلة وخانقة. هذه هي الصورة التي التقطتها فيرونيك ديفيجويري في صعدة اليمن منذ عام تقريبا. إنها تشهد على العنف الذي يحصل في حرب مستمرة منذ عام 2014، وأسفرت عن مقتل الآلاف بما في ذلك عدد كبير من الأطفال. المستقبل مثل أفق الصورة الملتقطة في صعدة لا يبدو واضحا. كان لقاء المقرر يوم الجمعة في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة ومحاولة لوضع الأسس، لم يتسنى لهذا اللقاء حتى أن يبدأ بسبب المقاتلين. فرض الحوثيون المتمردون على الحكومة اليمنية شروطاً جديدة لوصولهم، وهدد مندوبو الحكومة بالمغادرة على الفور، حقيقة لا أحد يبدو أنه راغب في إنهاء النزاع. وخلف المعسكرين يتحرك الصدام المستمر بين المملكة العربية السعودية والإمارات وبين إيران الداعمة الأكثر سرية للمتمردين الحوثيين. في هذا الأثناء يعاني السكان،
لكن يبدو أن العالم قد فقد الاهتمام باليمن. تقول المصورة متأسفة: إنها الحرب التي يخفونها عنا. ما يبقى أملا في شخصية الثلاثة في الصورة: الأطفال بالكاد يمكن رؤيتهم في زاوية الجدار. إنهم يبدون ضئيلين جدا، فقراء جدا، معرضين للخطر. تخبرنا الأسطورة أنهم يلعبون في أطلال شارعهم فقط. فالصورة الجميلة بدون كلمات، دون ألم، تحكي لنا عن الطفولة التي انتهكت في خضم الحرب، سواء في اليمن أو في أماكن أخرى كثيرة. لم تقتصر آثار الحرب المستعرة في اليمن منذ 4 سنوات على الخسائر البشرية والاجتماعية فحسب، وإنما طالت صناعات يمنية اشتهرت بها البلاد على مر العصور كصناعة الحرف اليدوية، ولا سيما في المناطق التهامية بمحافظة الحديدة الواقعة غربي اليمن. ويضيف موقع المشاهد نت: الصناعات الحرفية التقليدية اليدوية والشعبية تعد واحدة من أهم المهن والأعمال التي يتوارثها التهاميون جيلا بعد جيل، وجزءا من التكوين والنسيج الاجتماعي للمجتمع التهامي. أين ذهب الحرفيون الذين كانوا يصنعون السلع اليدوية؟ يقول الموقع: إنهم انقسموا، فهناك الكثير من الحرفيين ذهبوا في جبهات القتال، بينما نزح آخرون إلى مناطق بعيدة تاركين خلفهم مهنا تصارع من أجل البقاء. الحرفي عبد نهاري أمضى 20 عاما في صناعة الحرف اليدوية، يقول للمشاهد: إن مناطق التحيطة والدريهم وحيس كانت تتميز بمنتوجات حرفية مثل صناعة الفخار وتشكيلات سعف النخيل ومنحوتات جذوع الأشجار. أثرت الحرب عليها وتوقف أبناؤها عن العمل في الحرف اليدوية. نشرت منظمة العفو الدولية على موقعها الإلكتروني مقالا يتناول ما يعانيه اللاجئون اليمنيون في كوريا الجنوبية من أوضاع مؤسفة. وطالب المقال الذي كتبه الباحث الشرق آسيوي هيروكا شوجي الحكومة الكورية الجنوبية بتحسين معاملتها إزاء اللاجئين اليمنيين، وعدم تصديق الشائعات التي ينشرها البعض في وسائل التواصل الاجتماعي في كوريا والتي لا أساس لها من الصحة. وكالة ديبريفر للأنباء قامت بترجمة المقال المعنون يستحق اللاجئون اليمنيون في جزيرة الإجازات في كوريا الجنوبية الضيافة للعداء. وقال الكاتب في جزء من المقال: في كل عام يسافر ملايين الأشخاص إلى جزيرة جيجو الجميلة، وهي بقعة سياحية شهيرة قبالة الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية. كان من بين زوار هذا العام مئات الأشخاص من اليمن، بما في ذلك بعض الأطفال، لكن هؤلاء اليمنيين كانوا يختلفون عن معظم الذين وصلوا إلى هذه الجزيرة الخلابة، لأنهم أتوا بحثاً عن ملاذ بدلاً من أشعة الشمس. بالنسبة لهم كانت جزيرة جيجو ملاذاً من الحرب الدائرة في اليمن. من الفترة ما بين يناير ومايو 2018 وصل حوالي 550 يمنياً يبحثون عن الأمان إلى جزيرة جيجو عبر ماليزيا التي لا تمتلك قوانين لتنظيم اللاجئين على عكس كوريا الجنوبية. وكنتيجة لطلب اللجوء في ماليزيا قد يتعرض ملتمسوه للاحتجاز والمحاكمة والجلد والترحيل. وصل اليمنيون إلى كوريا الجنوبية مستفيدين من الدخول لمدة 30 يوما بدون تأشيرة بهدف جذب السياح، وبمجرد وصولهم إلى الأراضي الكورية سعوا للحصول على تأشيرات مؤقتة أثناء انتظار البت في طلبات اللجوء الخاصة بهم. لكن منذ وصولهم واجه اليمنيون العداء في الغالب أكثر من كرم الضيافة. بعد وصولهم نشرت وسائل التواصل الاجتماعي في كوريا الجنوبية سلسلة من المزاعم التي لا أساس لها، والتي تقول إن العديد من النساء في جزيرة جيجو قتلن على يد اليمنيين. وعلى ضوء هذه الخلفية تم تنظيم الاحتجاجات في كل من جزيرة جيجو وسيول، وكان من بين المحتجين بعض منظمات حقوق المرأة محذرة من التدفق السريع للرعايا الأجانب ذوي الخلفيات الثقافية المختلفة من شأنه أن يضر بالسلامة العامة. التهديدات التي تجبر هؤلاء الناس على الفرار من ديارهم هي تهديدات حقيقية وما تزال مستمرة. بدأت النيابة العامة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين في صنعاء كما تقول العرب الجديد بجلسات التحقيق مع 10 صحفيين يمنيين مختطفين منذ 4 أعوام. الصحفيون الذين يمثلون أمام النيابة هم
عبد الخالق عمران، صلاح القاعدي، توفيق المنصوري، عصام بالغيث، حسن عناب، هشام طربوم، هشام اليوسفي، وهيثم الشهاب، وأكرم الوليدي، وحارث حميد. واختطف الحوثيون الصحفيين في يونيو عام 2015 بعد أن لجأوا إلى أحد الفنادق هربا من حملات الاعتقال التي دشنتها الميليشيا ضد معارضيها في المدينة. واقتاد الحوثيون الصحفيين إلى سجون ومعتقلات سرية تعرضوا فيها لتعذيب جسدي ونفسي وضرب مبرح بأعقاب البنادق وآلات أخرى بعد عزلهم في زنازين انفرادية بالسجون. وضح المنصوري شقيق الصحفي المختطف توفيق المنصوري قال للعربي الجديد: توفيق متعب للغاية، يعاني من مرض القلب وضيق شديد بالتنفس وتورم البروستات وأمراض جلدية معدية أصيب بها بسبب التعذيب والمعاملات السيئة. وأوضح المنصوري أن الحوثيين بدأوا التحقيق مع 4 صحفيين وهم توفيق وعصام وهيثم وصلاح، ولم يتمكنوا من التواصل مع أحد في النيابة أو حتى معهم لمعرفة تفاصيل جلسات محاكمتهم. ونشد المنصوري نقابة الصحفيين اليمنيين واتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين والحكومة والمبعوث الأممي مارتن جريفيث، ناشدهم التدخل والضغط على الميليشيا للإفراج عن المختطفين. شرعية الخوف والتخويف. تحت هذا العنوان كتب الأردني محمد أبو رمان مقاله المنشور في العربي الجديد، مضيفا في جزء من المقال: لا تكاد تنجو دولة عربية واحدة اليوم من شظايا التوترات والأزمات، وإن بدرجات مختلفة ومتباينة. بعض الدول تمزقت بمعنى الكلمة وأخرى تتمزق على نار هادئة تحت وطأة الحكم الاستبدادي والأزمات الداخلية، وهناك دول أصبحت أنظمتها تتكئ فقط على شرعية الخوف والتخويف. تنوعت في العقود الماضية مصادر الشرعية لدى الأنظمة العربية، استند بعضها إلى شرعية تاريخية دينية وأخرى كاريزمية، ولكن غابت بصورة كبيرة الشرعية القانونية الاختيار. كان هناك حكم استبدادي لكنه يستند إلى كاريزما مشروعات ثورية عناوين قومية أو تنموية، وكان هناك حكم تاريخي يستند إلى شرعية دينية وإلى اقتصاديات ريعية تقايض الولاء بالمنافع. لم يعد أي منهما قائما اليوم، فلا توجد شرعيات كاريزمية، وتبددت الشرعيات التاريخية والدينية فلم تعد صالحة للاستثمار. لم يجد الحكام أو الحكومات أمامهم سوى الخوف والتخويف، بعيدا عن أي مكاييج للتجميل أيديولوجية أو سياسية. يعيدنا ذلك إلى المربع الأول، تلك الشروط التي أسست للحظة الربيع العربي وفجرت ديناميكياته، وهي نفسها تعود اليوم بصورة أكثر وضوحا، ولكن من دون أن نعرف إلى أين تتجه الأمور مع التحول في الاستجابة المتوقعة من محاولات الاحتواء أو التأديب أو التخويف البسيط إلى القمع الشديد والشراسة إلى أبعد مدى في مواجهة أي محاولة للاحتجاج أو الاعتراض السلمي. وهنا تبدو معضلة الواقع العربي الراهن. في الأخبار المنوعة، ما جاء في صحيفة القدس العربية والتي عنونت: صدام حسين يتسبب في توقف مباراة اتحاد الجزائر والقوى الجوية العراقي. وقالت الصحيفة: تسببت هتافات جماهير نادي اتحاد الجزائر الممجدة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في انسحاب نادي القوى الجوية العراقي من المباراة التي كانت تجمع الفريقين على ملعب عمر حمادي في العاصمة الجزائر في إياب الدور 32 من بطولة كأس العرب للأندية. وقرر نادي الجوية العراقي الانسحاب من المباراة في الدقيقة 72 على خلفية ترديد جماهير اتحاد الجزائر لهتافات تشيد بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين على شاكلة الله أكبر صدام حسين. وكانت النتيجة حينها تشير إلى تقدم اتحاد الجزائر بهدفين سجلهما محمد مفتاح في الدقيقة 36 وسعد ناجي لاعب القوى الجوية بالخطأ ضد مرمى في الدقيقة 45. واضطر الحكم الإماراتي محمد عبد الله إلى الانتظار 15 دقيقة المهلة القانونية، وبعد تأكده من انسحاب القوة الجوية أعلن نهاية المباراة بفوز النادي الجزائري وتأهله للدور المقبل. أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية كما ذكر موقع شبكة البي بي سي إيقاف عامل مصري ظهر في فيديوهات مع سيدة في أحد الفنادق بجدة. وأوضحت وزارة العمل في بيان لها أنها استدعت الوافد لارتكابه عدة مخالفات وعمله في مهنة مقصورة على السعوديين
فقط. وكان مغردون تداولوا مقاطع للوافد وزميلته خلال تناولهم للغداء في العمل، وأرفقوها بهاشتاج مصري يفطر مع سعودية. وقد اعتلى الهاشتاج قائمة الهاشتاجات الأكثر استخداما في العالم على تويتر، وتنوعت التعليقات بين الإشادة بقرار الوزارة، بينما ندد آخرون بالخطوة التي وصفوها بالغريبة، وطالبوا بمراجعة القوانين ورفع القيود على الاختلاط في أماكن العمل. فائض الندم، تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله المنشور في صحيفة الخليج مضيفا: هل ثمة متسع لمزيد من التآكل العربي الذي تتضاعف خسائره مرات ومرات؟ وهل هناك أمة ادعت في التاريخ أنها تعاني فائض الدم والطاقة؟ لم يعد بإمكان ناشط سياسي أو أكاديمي خداع طفل في هذا النطاق، لأن نشرات الأخبار مستمرة وعلى مدار اللحظة، ومن يركن إلى من ينوب عنه حتى لو كان الأصغر سناً، فإن المفاضلة بين الاعتماد على النفس بمعزل عن المعرفة والوعي أمر لا قيمة له. ونحن لا ندري لماذا يقلل بعض الناس من الخبرة لصالح اعترافات نظرية، فالامتحان في النهاية ميداني، لكن انسياق البشر وراء أي بريق في هذه الأيام يصيب الناس بالعمل اندهاشي المؤقت. وبما أن العالم يتغير ولا يدوم فيه شيء على حال، فإن ما كان صالحا بالغد لن يغدو كذلك بعد أيام وأسابيع. والمعرفة ليست تراكما فقط، بل هي تصحيح لمسارات ما كان لها أن تمتحن لو أنها بقيت طي الأدراج. وهناك ملاحظة بدأت تطفو بتفاوت من خلال مقاربات سياسية واجتماعية، منها ما يقال عن التكرار في تشخيصات وسجالات. فهل يعني ذلك أن المريض الذي فقد أمنه العلاجي أن يتوقف أم يبدل العلاج أم يكرره، لكن بعد انقطاع يحدده الطبيب؟ وهناك حكاية تروى عن دواء سحري يؤدي التداوي به إلى عودة الشباب شرط أن تكون الجرعات عالية، ويعود ابن 70 إلى 20. ونذكر أن الناس كانوا حتى وقت قريب أشد اهتماما بصحتهم من استعادة مظاهر الشباب التي قد تكون شيخوخة مموهة. ومن الواضح أننا أصبحنا نعيش زمنا يتفوق فيه الشكلي على الجوهري والعابر على المقيم. ومن البي بي سي مجموعة مختارة من أفضل الصور الصحفية التي تم التقاطها للعالم في أسبوع، نتابع. الكاريكاتور، الفن الساخر والمعبر عن أحداث ووجهات نظر مختلفة، جمعنا رسومة من عدد من صفحات الصحف العربية إليكم. فإلى الكاريكاتور. وبهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة اليوم، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.